السلام عليكم. ان شاء الله هنكمل الجزء الاخير من النموذج 12 كتاب الامتحان المراجعة النهائي. احنا في السؤال رقم 40، في شكل مقابل وضع ملف دائري يمر به تيار كهربي. اهو الملف الدائري بيمر فيه تيار كهربي موازي لمجال مغناطيسي منتظم كثافة الفيدلي بي. يقصد مين هنا؟ يقصد المجال ده اللي هو باللون الاسود، وبيقول ان كثافة الفيض عنده اللي هي ليه بي. ماشي، فكانت محصلة كثافة الفيض عند المركز البي توتال عند المركز جذر 5 بي. تمام، هنوقف هنا ونشوف ايه المعلومات اللي معانا. احنا معانا البي الخارجي قيمتها بي، وعندنا البي توتال عند المركز جذر 5 بي. تمام، عند المركز جه مجال الملف والمجال الخارجي، والمحصلة بتاعت الاتنين جذر 5 بي. بس المحصلة دي جت ازاي؟ نتيجة جمع المجالين ولا طرحهم ولا تطبيق فيثاغورس عليهم؟ تعالوا نعرف الاتجاهات. المجال الخارجي مش محتاج احدد اتجاهه، اتجاهه محدد من خلال الرسم. امال فين مجال الملف؟ مجال الملف في خط بيمر بالمركز، مش ده مركز الملف؟ يبقى ده مجال الملف في خط بيمر بالمركز. طب ما كده الخط هيتعامد، يعني المجال الملف هيتعامد مع المجال اللي هو بيه. تمام، وبالتالي البي توتال دي انا عرفت قصتها، عرفت جت ازاي. البي توتال جت من الجذر التربيعي لبي ملف تربيع زائد بي خارجي تربيع. نعوض، البي توتال جذر 5 في بي بيساوي بي ملف تربيع زائد البي خارجي قيمتها بي تربيع. هنربع الطرفين عشان اشيل الجذر. تربيعة الخمسة جذر 5 لما نربعها تبقى 5، وتربيعة البي بي تربيع هتساوي تربيع هنا عبارة عن اني اشيل الجذر بي ملف تربيع زائد البي الخارجي اللي هو بي تربيع. انا عايزة من القصة دي اعين بي ملف، يبقى هقول بي ملف تربيع هسيبها في مكانها، واقول 5 بي تربيع اودي دي الناحية التانية ناقص بي تربيع، يبقى الناتج 4 بي تربيع، يعني بي ملف اخد الجذر بقى 2 بي. تمام، بس مش ده السؤال، السؤال لسه. فعند دوران الملف 90، لما هيدور الملف 90، فهو ما قاليش دار ازاي. فلما هيدور الملف 90 فان محصلة كثافة الفيض هتتغير، مش هتبقى في فيثاغورس. هيبقى في احتمالين، يا اما المجالين لانه هيبقى ساعتها موازي المجال، يا اما مين الموازي؟ مجال الملف هيبقى على نفس خط المجال بتاع الخارجي، فاما يجمعهم لو هما في اتجاه واحد واما يطرحهم. يبقى في احتمالات. طيب يبقى انا دلوقتي هجاوب بصيغة الاحتمالات. هنقول ايه بقى؟ عند الدوران 90 درجة فممكن من المحتمل ان يكون جمع او طرح. في حالة الطرح هيبقى البي توتال عندنا الملف 2 بي والخارجي بي واحدة، يبقى 2 بي ناقص بي هتبقى بي. طيب وفي حالة الجمع لو كانوا هيتجمعوا هيبقى عندي البي توتال عبارة عن 2 بي زائد بي هيبقى 3 بي. يبقى ده احتمال وده احتمال. يبقى احنا دلوقتي هنختار الإجابة النهين، هنختار يا إما بي أو 3 بي على أساس لو كانت طرح هتبقى كده ولو كانت جمع هتبقى كده. يبقى الإجابة رقم ج. نشوف السؤال اللي بعده، السؤال رقم 41. الشكل المقابل يعبر عن ملفين لولبيين متجاورين إذا تغير التيار في الملف واي. دلوقتي أنا عندي ملف واي وملف اكس. لو تلاحظوا في الرسم هتلاقوا ملف واي بيمر بيه تيار، اما الملف اكس ده مش عنده تيار، بس هيجيله تيار مستحس نتيجة وجوده في مجال متغير. فالملف التاني اللي هو الملف اكس هينشأ فيه ام اف بالحس المتبادل، هنسميها ام اف 2 على اساس ان الواي ده اللي بيمر فيه التيار ده الملف الابتدائي وده الملف الثانوي. يبقى ام اف 2 هتبقى بتساوي بالحس المتبادل بقى عندنا قانون ام اف 2 بتساوي سالب ام في دلتا اي 1 على دلتا تي. يعني ده بيمر فيه تيار، هنا هيجي ام اف، ام اف دي عباره عن معامل الحس المتبادل في دلتا اي 1 على دلتا تي. طب تعالوا نشوف البيانات. الشكل المقابل يعبر عن ملفين لولبيين متجاورين اذا تغير التيار في الملف واي في الملف ده بمقدار 2 امبير. ماشي، انا معايا كده الدلتا اي هي التغير في الاي ب 2 امبير. ماشي، تغير الفيض في الملف اكس خلال نفس الزمن بمقدار 20 في 10 اس سالب 3، يبقى عندنا الدلتا فاي بتساوي 20 في 10 اس سالب 3. تمام، فان معامل حس متبادل بين ملفين. طيب انا لو استخدمت القانون اللي لسه كاتباه ام اف 2 بتساوي سالب ام في دلتا اي على دلتا تي، ايه المشاكل؟ المشاكل ما عنديش ام اف 2 وما عنديش الزمن. طب الحل،
الحل ان انا افك قيمه اف 2 دي واكتب ان في دلتا فاي على الدلتا تي، وهنا ده سالب طبعا، وده سالب ام في دلتا اي على الدلتا تي. كده اول حاجه خلصت من الزمن، تاني حاجه خلصت من السالب. بعد كده هيبقى عندي مشكله في عدد اللفات. طيب انا عندي هنا عدد لفات وعندي عدد لفات، هستخدم انهي؟ ما ننساش ان دي ام اف 2 اللي اتولدت في الملف السنوي اللي هو اكس، وبالتالي الان هنا ان 2 يعني المية، يبقى انا هعوض هنا عن الان بمية، يبقى هي دي تركب في المسألة معايا لفات اهي ولفات، مين اللي هستخدمه ومين اللي هعمله، يبقى مية في الدلتا فاي 20 في 10 اس سالب 3 هتساوي الام اللي هي مجهولة وتغير في التيار اللي هو 2. مجرد بقى ان انا اجيب الام، طبعا الاتنين دي هتروح مع الاتنين، وهنا يبقى كده 1000 يروح مع 10 اس سالب 3، يعني الام هتطلع 1 هنري. يبقى انا جبت معامل حس الذاتي 1 هنري، ادور في الاختيارات هلاقي الاختيار رقم ج. اشوف السؤال اللي بعده، السؤال رقم 42، ملف لولبي يتكون من 250 لفه، يبقى احنا عندنا عدد اللفات 250 لفه. تمام، 250 لفه. يمر به تيار كهربي، عندنا التيار الاي شدته 6 امبير، ملفوف حول اسطوانه من الحديد طولها، طول الملف اللولبي 50 سنتي يعني 50 على 100 يعني 5.1 متر، ومعامل النفاذيه الميو بيساوي 4.4 في 10 أس سالب 4، فإن كثافة الفضة عند منتصف محور الملف، ده ملف لولبي، يعني لو أنت حافظ قانون الملف اللولبي تحل المسألة دي مباشرة، والمسألة اللي زي كده بتيجي في الامتحان عادي، تبقى مشكلة كبيرة لو أنت معتمد على إنك تفتح كتاب المدرسة وتطلع القانون ده منه عشان تحل مسألة بسيطة المفروض ما تاخدش منك دقيقة. يبقى فتحة الكتاب هنا خطأ يا إخوانا، تحفظوا القوانين قبل ما تروحوا الامتحان. هتقول بي للملف اللولبي بيساوي ميو ان اي على ال ال، تعويض مباشر، يبقى الميو بكام؟ الميو ب 4.4 في 10 اس سالب 4، والان 250، والاي ب 6، والطول ب 5.10، هيطلع معايا الناتج 1.32 تسلا. تمام، يبقى ادور على الاختيارات هلاقي الاختيار رقم د. نشوف السؤال اللي بعده، السؤال رقم 43، المسألة اللي فاتت اتحلت بسرعة، لو أنا فتحت الكتاب هتاخد مني وقت قد إيه؟ الرقم 43، الشكل المقابل يعبر عن محور محول ثانوي، محول ثانوي له ملفين ثانويان يعملان معا فيكون، ده كده الملف الابتدائي. عرفت إزاي؟ عرفت إن الملف الابتدائي بيتوصل بالمصدر. طب تمام، دايما أتمم على المحول اللي عندي إن هو شغال ولا مش شغال، هو ممكن ما يشتغلش، لو كانوا موصلينه البطارية مش هيشتغل، لا هنا موصلينه مصدر متردد، تمام يبقى ده شغال. تمام، وعندي ملفين ثانويين، طيب هو عايز ايه؟ عايزني اجيب اختيار من الاختيارات دول. تمام، هو بيقول لي هل الفي بي اقل من الفي اس 1؟ هقول له في علاقه طرديه بتربط الفي بالان، فانت بتقارن الفي في الملف الابتدائي بالفي في الملف الثانوي، يبقى احنا كاننا بنقارن بين عدد اللفات، لو عدد لفات الملف الابتدائي اقل من عدد لفات الملف الثانوي الاول يبقى في بي اقل من في اس 1. هنشوف عدد لفات الملف الابتدائي 500، عدد لفات الملف الثانوي الاول 400، طيب ما كده دي الاكبر، دي اللفات الاكبر، يبقى دي الفي الاكبر، يبقى الفي بي هنا اكبر من الفي اس 1. هما هنا بيقول لي اقل، لا دي مش مستبعده. ندور على رقم ب، بيقول ان الفي بي اقل من الفي اس 2، الفي بي اهي والفي اس 2 اهي، عايز اعرف مين الفي الكبير اقارن بعدد اللفات، هنا لفاتك كام؟ 500، وهنا كام؟ 100، لا ال 500 لفات الاكبر، يبقى الفي عندها اكبر، يبقى هنا الفي بي اكبر من الفي اس 2، يبقى الاختيار ده كمان مرفوض. رقم ج، الفي اس 1 اكبر من الفي اس 2، الفي اس 1 والفي اس 2 هقارنهم برضو بالنسبه لعدد لفات، هنا عدد لفات كام؟ 400، وهنا عدد لفات كام؟ 100، 400 اكتر من 100 يبقى الفي اس 1 اكبر من الفي اس 2، يبقى الاختيار ج هو الاختيار الصحيح. سؤال رقم 44، في الشكل المقابل ملف مستطيل مساحته ايه؟ وضع في مجال مغناطيسي كثافته بي بحيث يصنع مستوى الملف زاوية 60 مع المجال، فكانت قيمة الفيد. بيسأل عن الفاي ام، الفاي ام هي عبارة عن اي بي ساين سيتا، يعني هي لازمها زاوية، بس ايه مواصفات الزاوية اللي بنحتاجها في الفاي؟ زاوية مباشرة اللي بين الملف والمجال. طب الزاوية 60 دي بيصنع، حيث يصنع مستوى الملف في زاوية 60 مع المجال، دي الزاوية اللي بين الملف والمجال، يبقى دي اللي هستخدمها في قانون الفاي ام. طلعت قيمة الفاي ام بكام؟ ب2 في 10 أس سالب 6 تسلا في متر مربع، فعايز مقدار الفيض الذي يمر به إذا دار الملف في ربع دورة مع قارب الساعة.
قبل الدوران تعالوا نشوف المعلومات اللي اتيحت ليا لما كان الملف بيصنع زاوية 60. انا عندي القانون بيقول الفاي ام بيساوي اي بي ساين سيتا. الفاي ام في الحالة دي عندي قيمتها 2 × 10 سالب 6، والاي بي مجهولين بس انا عارفة الزاوية انها ساين 60. هنا فرصة ان انا اجيب الاي بي، والاي بي دول مهما غيرت في الزاوية مش هيتأثروا. الاي بي بيساوي 2 × 10 سالب 6 على ساين 60، تطلع قيمة الاي بي ب2.3 × 10 سالب 6. طيب كده جبت الاي بي، تعالى بقى ندور الملف. عايز يدور الملف من الوضع ده 90 ربع دورة، يعني 90 درجة. هو الملف لو دار كده وبقى عند المجال يبقى دار قد ايه؟ دار 60. لا، احنا عايزين ندوره 90 ربع دورة، يعني لسه كمان يلف كمان قد ايه؟ يكمل كده 30، وبعدين يقف بقى. عايزين نحسب الفاي ام في الوضع الجديد ده. يبقى كده دار من الوضع ده كام؟ 90 درجة. هنا عدى 60 خلصهم، وكمان جاب ايه؟ 30. يبقى كده دور ربع دورة 90. يبقى المنظر الاخير ده اهو، الملف كان هنا، ده كان وضعه الاولاني، هيدور 60 وبعدين 30، يبقى كده دار كام؟ ربع دور. هيبقى في الاخر ده مكانه الجديد. طيب هو عايز الفاي ام بعد الدوران. الفاي ام بيساوي اي بي ساين سيتا. طيب الاي بي احنا جبناها ب2.3 × 10 × 10 سالب 6، السيتا هنا بقى بكام؟ فين الملف في الوضع الجديد اهو؟ فين المجال اهو؟ يبقى الزاويه اللي بين الملف والمجال كام؟ 30. يبقى ساين 30 ساعتها هتبقى الفاي ام بيساوي 1.15 × 10 سالب 6. ويبقى هندور على الاختيار ده، هنلاقي الاختيار رقم ألف. نشوف السؤال اللي بعده. في شكل مقابل حلقة دائرية نصف قطرها 10 سنتي يمر بها تيار شدته 5 أمبير، فإن كثافة الفيض عند مركز الحلقة. برضو ده سؤال مباشر يعتمد على حفظ القانون والتعويض فيه. يبقى الامتحان مليان أسئلة بسيطة ومباشرة، حرام أضيع الوقت في إن أنا أدور على القوانين في الكتب. يا ريت نحفظ القوانين على قد ما نقدر. طيب انا عندي البي بتاعت الملف الدائري ميو ان اي على 2 ار. نعوض اللي قيمه الميو 4/22/7 في 10 سالب 7، عدد اللفات دي حلقه دائريه يعني لفه واحده، وعندنا التيار اللي بيمر فيها 5 على 2 ار، عندي نصف القطر ب10 سنتي، 10 على 100 يعني ب1/10. يبقى الناتج هيبقى 3.14 × 10^5 تسلا. أضيف الاختيارات هلاقي الاختيار رقم ج، 3.14 × 10^5. طب الاتجاه بقى بمنتهى البساطة إن شاء الله، التيار بقاعدة اليد اليمنى ده كده اتجاه التيار، يبقى اتجاه المجال عمودي على الصفحة للداخل. يبقى أنا هختار الاختيار رقم ج، عمودي على الصفحة وإلى الداخل. طيب السؤال اللي بعده 46، عملية الضخ في الليزر. عارفين يعني ايه ضخ؟ يعني ان انا امد الوسط الفعال بالطاقه، ادخله طاقه. طب هو الطاقه ايه فايدتها؟ الطاقه بتعمل على اثاره الوسط الفعال. طيب واحنا عايزين نعمل اثاره الوسط الفعال ليه؟ علشان احقق وضع الاسكان المعكوس. ايه هو وضع الاسكان المعكوس؟ ان يكون عدد الذرات اللي في المستوى الاثاره اكبر من عددها في المستوى الارضي، وده بيأهل او بيساعد على حدوث الانبعاث المستحث عشان نقدر نصنع الليزر. يبقى عملية الضخ في الليزر تهدف إلى تحقيق حالة الإسكان المعكوس. يبقى الاختيار رقم ج. نشوف السؤال رقم 47، فوتون كمية حركته، مديني كمية الحركة 2/10 سالب 28. يبقى أنا عندي البي ال 2/10 سالب 20، تمام، سالب 28، فإن تردده يساوي إيه؟ عايز العلاقة اللي بين البي ال والتردد. إحنا عندنا البي ال بيساوي اتش في نيو على سي، القوانين دي نحفظها، البي ال بيساوي اتش نيو على سي. طيب انا عايزه التردد، يبقى التردد هيساوي البي ال في سي، من دي اكنها على واحد، اخد الطرف المتصل بي ال في سي على الاتش. نعوض بقى البي ال بكام؟ ب2/10 سالب 28، في سرعه الضوء 3/10 8، على الاتش 6.625/10 سالب 34. يطلع الناتج 9.6 × 10^13 هرتز. ادور في الاجابات هلاقي الاجابه رقم د. هنشوف السؤال رقم 48، اي من الاشكال البيانيه التاليه يمثل العلاقه بين الطاقه المستهلكه في موصل يسري به تيار ثابت الشده والزمن؟
بفرض ثبوت درجة حرارة المصري. احنا عندنا الطاقة الورك ليها اكتر من قانون، في الفي في كيو، في الاي تربيع في ار في تي، وفي الفي تربيع على الار في تي. يا ترى انهي قانون من دول هستخدمهم؟ هستخدم القانون. هو قال لي في السؤال، نقرا سؤال تاني كويس. تيار ثابت الشدة، يبقى الاي هنا ثابتة، وكلمة ثبوت درجة الحرارة يعني كمان المقاومة ثابتة، يبقى انا هستخدم العلاقة دي، هستخدم الورك بيساوي اي تربيع في ار في تي. وبالتالي لما يكون التيار ثابت ودرجة الحرارة ثابتة يؤدي لثبات المقاومة، هتبقى في علاقة بين الشغل والزمن، علاقة طردية، يبقى انا هختار الاختيار رقم ب. السؤال اللي بعده، في الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل، اذا كانت قراءة الفولتميتر 7.2، عايز قيمة المقاومة. المقاومة دي مش المقاومة المكافئة للدائرة، ده دي مقاومة في فرع، فاحنا عايزين نجيب مقدارها. هنعمل ايه؟ هستغل المعلومة اللي قال عليها ان قراءة الفولتميتر. هنا الفولتميتر قاري ايه؟ الفولتميتر هنا قاري في باتري ناقص اي في ار. طب الفي دي قارية كام؟ 7.2. طب والفي باتري بكام؟ ب10، والتيار بالنسبة لي مجهول، والار ب1.4. اودي 1.4 اي اللي هي بالسالب الناحية التانية بالموجب، تبقى 1.4 اي هساوي 10. ال10 دي اشيل منها ال7.2، يبقى انا هقول كده 10 اشيل منها 7.2، هيبقى 1.4 اي بتساوي 2.8. يبقى الاي هتساوي 2.8 على 1.4، يعني الاي بتساوي 2 امبير. يبقى انا جبت قيمة التيار. تمام، هستخدم قانون ام للدائرة المغلقة اللي بيقول اي بتساوي الفي باتري على الارات الخارجيه زائد الار الداخليه. الاي حسبتها ب2 والفي باتري ب10، والارات الخارجيه هعتبرها كلها مجهوله، والار الداخليه 1.4، كان دي على 1 اضرب طرفين في وسطين، يبقى 10 في 1 ب10، وهنا 2 ار داش زائد 2 في 1 ب4 ب2 و8، اخلي ال 2 ار داش في مكانها، اودي دي الناحيه الثانيه، هيبقى عندي ال 6.3، ال 10 اشيل منها 2.8، يبقى انا دلوقتي عندي 7.2. يبقى 2 ار داش، يبقى هجيب بقى الار داش، هقول 7.2 على 2 فيها 3.6، يبقى دلوقتي انا عرفت المقاومات اللي في الخارج المجموعه دي كلها 3.6. طب المجموعه دي عباره عن ار علوي في 9، يعني حاصل ضربهم على ناتج جمعهم، على ار علوي زائد 9، كل الكلام ده بيساوي 3.6. تطلع قيمة الار علوي بستة اوم، الطرف اللي فوق ده هيطلع بستة. طب انا عارفة ان دي 3، يبقى دي كام؟ يبقى دي كمان 3، يبقى هنختار الاختيار رقم ب 3. السؤال اللي بعده، ملف حس مقاومته الأومية مهملة ومكثف، يبقى لازم الأول نرسم الدايرة عشان أتذكر القوانين وأتذكر الجزئية اللي هنحل عليها. عندنا الملف، نرسم ملف ومكثف، ملف حس مقاومته الأومية مهملة ومكثف ومقاومة أومية، يعني عندي كمان مكثف وعندي مقاومة أومية 20 أوم متصلة جامعها على التوالي مع مصدر للتيار المتردد. مال معايا دايرة ار ال سي في دائرة مغلقة، فكانت المفاعل الحسية للملف عندي هنا الاكس ال بتساوي 80 أوم، والمفاعل السعوية المكثف الاكس سي بتساوي 60 أوم، فإن زاوية التور بين الجهد الكلي والتيار المار في الدائرة، ده قانون مباشر. زاوية التور اللي في دائرة ار ال سي بنقول تان سيتا بتساوي اكس ال ناقص الاكس سي على الار، نعوض الاكس ال ب80 والاكس سي ب60 والار ب20، 80 شيل منها 60 تبقى 20، 20 على 20 فيها الواحد، شفت تان واحد تطلع السيتا ب45. ندور في الاختيارات هنلاقي الاختيار رقم ج الاجابه 45. السؤال اللي بعده، في اي دائره من الدوائر الكهربيه التاليه بتكون شده التيار المار في يختلف في احدى المقاومتين؟ تعالوا نبص على الدائره الاولى، الدائره رقم د، هنلاقي دي دائره توالي، فالتيار اللي هيمر في 10 هو اللي في ار 1 هو اللي هيمر في ار 2، يبقى مش ده الاختيار. هروح في الدائره الثانيه، رغم ان التوصيل على التوازي والتيار هيتجزأ صحيح، بس هيتجزأ بالتساوي، فالتيار اللي هيمر في ار 1 برضه هو التيار اللي هيمر في ار 2، اذا مش دي الاختيار. هنا دايرة توالي، فالتيار اللي هيمر في ار 1 هو التيار اللي هيمر في ار 2، مش ده الاختيار. يبقى ناقص الف، الف هنا توصيل على التوازي، وفي نفس الوقت في اختلاف في المقاومات، فبالتالي طالما يجي يتجزأ يبقى الجزء اللي هيروح لار 1 هيختلف عن الجزء اللي هيروح لار 2، يبقى الاختيار رقم الف. سؤال رقم 52، في الشكل المقابل يمثل انبوبة كوليدج، اي من الاختيارات التالية يؤدي لتغيير الطيف الخطي للأشعة السينية؟
الأشعة السينية ليها طيفين، طيف مميز اللي هو الطيف الخطي والطيف المستمر. اللي بيأثر في الطيف الخطي اللي هو العدد الذري اللي هو نوع مادة الهدف. فين مادة الهدف؟ مادة الهدف اللي هي رقم 2، دي مادة الهدف. يبقى احنا هنختار الاختيار رقم د، تغيير مادة المكون 2. السؤال اللي بعده سؤال رقم 53، الشكل البياني المقابل يوضح العلاقة بين القوة الدافعة الكهربية المستحثة المتولدة في سلك مستقيم. تعرفين الـ EMF المستحثة اللي بتتولد في سلك بيبقى قانونها EMF. EMF المستحثة اللي تتولد في سلك عبارة عن بلف ساين سيتا. هو قال لي السلك ده يتحرك بسرعة منتظمة وعمودي، يبقى ساين 90 بواحد على فيض مغناطيسي كثافته البي بواحد من عشرة، البي بيساوي 1/10 تسلا. طب هعمل ايه؟ الأول أعرف مين هو الميل. أنا كتبت القانون بس بشرط العصادات قبل يساوي، هحذف الـ EMF وأحذف الـ L، يبقى أصبح الميل بيساوي بي في في. هو عايز مني إيه؟ عايز السرعة، يبقى السرعة عبارة عن الميل على البي. طب وأجيب الميل إزاي؟ أدام بادئ من نقطة الأصل ممكن أتعامل مع نقطة على نقطة، نقطة على نقطة لما يكون بادئ من نقطة الأصل، يعني 3/10 وهنا مفيش تحويلات وهنا 3 مفيش تحويلات، يبقى 3/10 على 3 على قيمة البي اللي هي 1/10، هيطلع الناتج بواحد متر على الثانية. ندور في الاختيارات هنلاقي الاختيار رقم ج، 1 متر على الثانية. نشوف السؤال رقم 54، الشكل المقابل يوضح دائرة ترانزستور ان بي ان في حالة اون عند زيادة قيمة المقاومة المأخوذة من الريستات. طيب دلوقتي الريستات متوصل بالسلكية اللي على القاعدة، يعني متوصل بالسلك اللي هو القاعدة، يعني ار بي واي بي والكلام ده كله. فانا لما هزود قيمة المقاومة المأخوذة من الريستات يبقى انا بزود الار بي، يبقى انا بنقص تيار القاعدة. طب لو انا نقصت تيار القاعدة ده يؤثر على تيار المجمع وبالتالي يؤثر على في واحد. ايه اللي هيأثر ازاي؟ ادام نقص تيار القاعدة هينقص تيار المجمع، يبقى في واحد دي هتقل. طيب في اتنين، في اتنين دي اوت بتاع الترانزستور، والترانزستور اسمه ترانزستور عاكس. لما بيكون ال N قليل يبقى الاوت كبير والعكس صحيح. فاحنا دلوقتي عملنا ايه في التيار؟ زودنا المقاومة، يعني قللنا التيار اللي في ال N، يبقى الاوت هيزيد، يبقى في اتنين هتزيد. يبقى انا هختار الاختيار رقم ب، ان في واحد هتقل وفي اتنين هتزيد. سؤال رقم 55، موصل طوله L ومساحة مقطعه A والتوصيلية الكهربية المدتوه سيجما. إذا تم تطبيق فرق جهد V بين طرفية تسري كمية من الشحنة مقدارها Q خلال مقطع من الموصل في زمن T، فأي من العلاقات الرياضية الآتية صحيح؟ كله بادئ بالكيو. أنا كمان هبدأ المعادلة بالكيو، بس أنا عارفة إن الكيو بتساوي I في T. طيب من الكيو دي هفك الـ I، أنا عندي الـ I عبارة عن V على R في T. طيب ادي الفي تي هسيبها فوق والار دي هفكها رو اي في ال على ايه. طيب هقول في تي اهيت، وادي الاي مساحه المقطع، والرو اي هتطلع فوق توصيليه وتحت ال اللي هو طول السلك. هبص كده على الاختيارات هلاقي الاختيار رقم د، سيجما في ايه في 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 تي على ال. نشوف السؤال اللي بعده، سؤال رقم 56، في الدائرة الموضحة أي من الاحتمالات الآتية يؤدي إلى زيادة قراءة الجهاز؟ الجهاز ده أميتر، ميلي أميتر، عشان يزيد يبقى لازم التيار يزيد. بيقولي أعكس أقطاب البطارية. لو إحنا خرجنا من القطب الموجب هنلاقي نفسنا ماشيين في الدايرة، يعني توصيل أمامي عشان الوصلة دي، فأنت لو عكستها يبقى توصيل عكسي ويبقى كده مفيش تيار من أصله، يبقى أنا هستبعد الإجابة ألف. طيب اعكس وضع المكون واي، لو انا ده كده توصيل امامي، لو انا عكست المكون واي هيبقى توصيل عكسي ومش هيمر تيار اصلا. طب ازود درجة حرارة المكون اكس، ده صحيح، لان المكون اكس ده بلورة، البلورة دي لو انا زودت درجة حرارتها بتزيد التوصيلية نتيجة تكون الالكترونات الحرة والانفجارات. طيب ازود درجة حرارة المكون زد، لا، لان ده موصل والموصلات لو زودت درجة حرارتها مقاومتها بتزيد وتوصيليتها بتقل، يبقى الاختيار هنا رقم ج. نشوف السؤال اللي بعده، في الدينامو اي من العلاقات البيانيه التاليه وتعبر عن العلاقه بين الاي ام اف المستحثه والزمن؟ اذا بدا الملف الدوران من الوضع الذي كان مستوى الملف فيه يميل على المجال بزاويه 60. علاقه الدينامو انا استبعد رقم ج، ج دي مش علاقه الدينامو ابدا. طب بالنسبه للثلاث رسومات التانيين، هو هيبقى مستوى الملف كان بيميل بزاويه 60، في الدينامو الزاويه بتاعته غير مباشره، يعني ما باخدش الزاويه اللي بين الملف والمجال، باخد الزاويه مثلا بين الملف والعمود على المجال.
فلو هو قال لي ان الزاويه بين الملف والمجال 60، انا بتعامل مع ال 30، يعني الملف بادئ من نص القيمه العظمى، فانا هستبعد ب لانه هنا بادئ من الصفر، ما ينفعش، وهنا د هستبعدها لانه بادئ من الصفر. هي دي الاجابه الصحيحه، انه يبدا من نص القيمه العظمى، يبقى الاختيار رقم الف. السؤال رقم 58، الشكل المقابل يبين تركيب الموتور، فان المكونين الذين يتوقف على وضعهما اتجاه عزم الازدواج المؤثر على الملف. احنا عندنا عزم الازدواج بيتحدد بناء على القوه المغناطيسيه، والقوه المغناطيسيه بتتحدد بناء عن اتجاه المجال والتيار، والحركه مجال تيار. المسؤول عن التيار المكون 5، لان ده البطاريه، هو ده اللي بيحدد الاتجاه، هيخرج من القطب الموجب. والمسؤول عن المجال اللي هو المكون 3، اللي هو ال N وال S اللي هي الاقطاب. يبقى اذا الاجابه رقم د، المكونين 3 و5. السؤال اللي بعده، لوحظ تولد فرق جهد مقداره، فرق الجهد مقداره 6 × 10³ فولت. بين طرفي عقرب الثواني في ساعه احد الميادين نتيجه تعرضه للمجال المغناطيسي عمودي عليه، فاذا علمت ان التغير في المساحه اللي تقطع خطوط الفيض نتيجه دوران عقرب الثواني دوره كامله، تغير في المساحه دلتا ايه ب 72 من 100 متر مربع، مش محتاجه تحويل، فعايز كثافه الفيض. طيب احنا بنحل مساله عقرب الثواني بقانون فرضي ام اف بيساوي سالب ان في دلتا فاي على دلتا تي، ولكن حاله خاصه لما باجي اتعامل مع قانون فاراداي بيبقى عندي طريقه معينه في التعويض. اولا انا ما عنديش عدد لفات في عقرب الثواني وساعه الحائط دهيا، ما عنديش عدد لفات. الدلتا فاي هتتفك لايه في بي، بس البي ما بتحدثش فيها تغير، الدلتا ايه هي اللي هتتغير على الزمن، هو هيدور دوره كامله وبالتالي هيكون عمل 60 ثانيه. تمام، نعوض بقى الـ EMF عندي بـ 6 × 10³ والـ B مجهولة والدلتا A بـ 72 من 100 على الـ60. من هنا أقدر أحسب الـ B بتساوي 5/10 تسلا، أضيف الاختيارات هلاقي الاختيار رقم B. السؤال الأخير، شكل مقابل يوضح الحلقة معدنية اخترقها فيض مغناطيسي عمودي على مستوى ها، تتغير كثافة الفيض مع العلاقة اللي موضحها بالرسم. فإذا كانت مساحة مقطع الحلقة معايا المساحة ب 45، بس هضرب في 10^4 عشان دي سنتيمتر مربع، فإن الـ EMF المستحث في الحلقة خلال الفترة AB، واتجاه التيار المستحث في الحلقة خلال الفترة CD. يبقى من خلال الرسم بيسألني على المقدار للـ EMF المستحث من A لـ B، وعن الاتجاه للتيار المستحث من C لـ D. طيب هنجاوب ازاي بقى؟ هنستخدم برضو قانون فاراداي، الـ EMF بيساوي سالب ان في الدلتا فاي هفكها ل A، بس المره دي الاختلاف في الدلتا، في الدلتا بي، دلتا بي على الدلتا تي. طيب الدلتا بي على الدلتا تي اللي هو الميل، يبقى انا هجيب ميل الاي بي عشان خاطر اجيب الايه الدلتا بي على الدلتا تي. يبقى انا عندي الام اف هيساوي، احنا عندنا العدد اللفات، هو قال لي دي حلقه يعني عدد لفات بواحد، امال المساحه بكام؟ المساحه 45 × 10^4، والدلتا بي على الدلتا تي من القانون اللي هي 8/100 × 1/10، 8/100 × 1/10، اجيب ميل الخط، هو ده دلتا بي على الدلتا تي. هتطلع معايا الام اف 3.6 × 10^3 فولت. طيب 3.6 اللي هي الاجابه رقم ج، وممكن اجابه رقم د. طيب الاتجاه بقى، اتجاه التيار المستحث في الحلقه في الفتره سي دي، في الفتره سي دي حصل ايه في البي؟ البي بتتناقص. طيب ارجع للرسمه اللي فوق، عارفين الاكسات دي بتتناقص، طبعا الحلقه مش هتسكت، الاكسات بتتناقص، فهتحاول تخلي مجالها اكسات، تعمل عمليه دعم. فلما يكون مجالها اكس يعني عمود على الصفحه للداخل، اذا تيارها مع عقارب الساعه، يبقى انا هختار ان في نفس اتجاه عقارب الساعه، يعني الاختيار رقم ج. يبقى الـ EMF 3.6 × 10^3 وفي نفس اتجاه حركه عقارب الساعه، يعني الاختيار رقم ج.